كنعمر ما تنخليش نهائيا حس الفراغ في الحواجب ديالي. فما شاء الله يا البنات، هاد التركيبه هذه غادي ترحموني وتشكروني عليها، وفي نفس ما شاء الوقت الله يا اختي غادي يوليو عندك رموش بحال السيوف، بحال السيوف ما شاء مثلا الله. عندك اي خويه في الشعر ديالك غادي تجي وغادي ديري بحال هكا، هاتو بحال هكا غادي تجي وغادي تبقاي تخدمي اي بلاصه عندك فيها الفراغ غادي ديري بها الطريقه هذه. اي بلاصه بغيتي ينوض لك فيها الشعر، فهذه مثلا عندك الموضه الجديده ديال الحواجب، تيكونوا هكا واقفين ولكن عامرين وتيبانوا كانهم شعره شعره. فهذه الطريقه هذه تيصيبوها بالميكرو بليدينغ. فانا سلام الغاليات على قلبي، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره ديري اختك واحد لايك، داك الاعجاب اللي كاين تحت من لا فيديو قبل ما يكمل لا فيديو ان شاء الله، واشتركي في القناه فضلا وليس امرا باش تنضمي ان شاء الله العائله ديالنا وتولي وحده منا باذن الله، وفعلي داك الجرس باش ان شاء الله. بل وصفتنا اليوم ان شاء الله من اروع الوصفات يا البنات، تحت الطلب ديالكم لقيت بزاف ديال البنات ما شاء الله كيسولوني هذا السؤال، كوثر بغينا شي وصفه اللي مضمونه على ضمانتك تقوية الحواجب والتكتيف ديالهم، وايضا الرموش اللي تكون مضمونه، لان الرموش والحواجب ما معاهمش اللعبه البنات، ماشي اي وصفه نقدروا نخدموها للرموش والحواجب، لانه هذه البلاصه كتكون حساسه خاصه منطقه العين. فانا ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم هذه التركيبه من اروع التركيبات اللي غادي تعطيكم النتيجه في واحد المده اللي قصيره، في ظرف اسبوع البنات غادي يبدا يبان لكم ان شاء الله الفرق. زائد غادي نشارك معكم واحد الحيله في اخر لا فيديو ان شاء الله، البنات اللي كيقراو في المدرسه او في الجامعه او البنات اللي خدام باغين يديروا شي حاجه للحجبان ديالهم وفي نفس الوقت تعطيهم تكتيف وتقويه. قد ما بقات لكم في الحجبان ديالكم قد ما غادي تعطيكم ما شاء الله واحد الكثافه في الحواجب ديالكم. خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر لا فيديو باش تشوفوا ان شاء الله مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. نبداو على بركه الله ونبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجوا نواه التمر اللي هي عظم ديال التمر. ف ما شاء الله انتم عارفين البنات انا ما كنستغلاش على عظم التمر نهائيا، فراه عنده واحد الفوائد اللي كثيره كثيره كثيره. كيحتوي على عديد من العناصر كالبروتين كنحب النيكوتين الكاروتين الفوسفور الحديد الكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها. معروف بتكثيف الحواجب وتعزيز نموها وتقويه البصيلات ومعالجه تساقطها. كيف ما قلت لكم لانها كتحتوي على مجموعه من الفوائد اللي كثيره، ايضا للشعر كذلك، الناس اللي عندهم تساقط، الناس اللي عندهم الصلع، الناس اللي عندهم داك الخويات الشعر ديالهم. ما شاء الله يعني نواة التمر غني غني بالفوائد اللي كثيره، ماشي غير للشعر والحواجب والرموش، راه كذلك حتى الصحه ديال الجسم ديالنا. يعني ما شاء الله عندها فوائد اللي كثيره كثيره كثيره. وايضا الناس اللي كيخدموا بمواد الكوزميتيك مواد تجميليه اللي كيصايبوا الصابون تيصايبوا الكريمات كيصايبوا داكشي، فما شاء الله نواة التمر كتدخل في صناعة الصابون. كتدخل في صناعة الصابون، تقدري ديري تركيبة ديالك بنواة التمر يعني غادي يطلع لك صابون خطير. وتاني مكون ان شاء الله غادي نحتاجه البنات، غادي نحتاج فص ديال الثومة وحدة، فص الثوم ثومة وحدة اللي كتكون حمراء، غادي نحكها ان شاء الله في الحكاكة. من بعد غادي نزيد المكون الثالث اللي هو بصلة، غادي ناخد غير ربع بصلة حمراء، بصلة الحمراء البنات، وهذوك القصور ما غاديش نرميهم لا ديال الثومة ولا ديال البصلة. فانا غادي نشارك معكم ان شاء الله هذا الاسبوع باذن الله وصفة مطرطقة، شي حاجة ديال الطوب اللي غتعطيكم نتيجة اللي واو. وانا الحمد لله ما كنشارك معكم غير الوصفات اللي مجربين ومضمونين ومدروسين الحمد لله، وشكرا البنات كاملة اللي تكتبوا شهادة حق في جميع الوصفات ديالي. من بعد ان شاء الله غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون البنات، زيت الزيتون اللي يكون طبيعي. من بعد غادي نزيد واحد معلقه اللي غادي تكون صغيره ديال زيت الخروع، زيت الخروع البنات. وبالنسبه لزيت الخروع واخد واحد الفكره اللي غالطه عند الناس بزاف بانه راه واعر للعينين واعر للرموش واعر للحواجب، انه راه كيضر، وهذا بصح فيه واحد الماده سامه، ولكن راه كتحيد ديك الماده السامه من زيت الخروع، تسميه زيت غافيني، يعني كنحيدو منه مجموعه من المواد اللي كتكون سامه. لو دابا كتلقاي الشركات وتعاونيات ويعني اللابوغاتوار الكبارين كتلقي عندهم الزيوت اللي محيدين منهم
هاد المادة السامة، يعني البنات ما تخافوش من زيت الخروع، غير هو ما يدخلش المنطقة ديال العين، يعني ما تدخلوش العين ديالكم لداخل. فأنا إن شاء الله في آخر لا فيديو غادي نوريكم الطريقة الصحيحة كيفاش غادي تخدمي إن شاء الله هاد الطريقة اللي غادي نشارك معاكم. كل شيء موضح لكم إن شاء الله البنات في لا فيديو، ما تزيدوا ما تنقصوا. بالنسبة للكمية ديال زيت الخروع غادي تاخدي راس ديال المعيلقة صغيرة. بالنسبة للتفاعل مع زيت الزيتون غادي تاخدوا التركيبة كيف ما هي البنات باش تنجح معاكم إن شاء الله. وبغيتكم البنات تكتبوا لي التعاليق ديالكم، اي وحده بغات اي وصفه ان شاء الله تكتبوا لي في التعاليق، فانا غادي نجاوبكم ان شاء الله وحده مورا وحده. بالاخص ان شاء الله فاش غادي نحط لا فيديو، بغيتكم كاملين اللي كتعاني من اي مشكل تكتب لي ان شاء الله الوصفه اللي بغات، اي طريقه مرحبا على الراس والعين، بغيتكم كاملين البنات في لي كومونتير. وبالنسبه للطريقه فهي موضحه لكم في لا فيديو. غادي ناخذ ان شاء الله التركيبه ديالي، غادي نديرها في حمام مريم، نخليها ان شاء الله حتى تسخن مزيان، من بعد غادي نصفيها، غادي نقطرها مزيان مزيان في تقشيره او ليبه اللي كتكون طبيعه الحال جديده وكتجي كتصبنيها وكتكون خاصه لهذا الشيء. صافي، من بعد غادي نصفيها كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نحتاج هذه القاروره هذه اللي خاصه بالسيروم او لا عندك شي ماسكارا خاويه. المهم انا كلشي ان شاء الله غادي نشرحه لكم في الاخر ديال الفيديو، وغادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الحيله اللي خطيره خطيره اختي طوندونس ديال 2022 اللي غادي تشكريني عليها. خليكم معايا ان شاء الله البنات حتى الاخر ديال الفيديو. اول حاجه البنات ان شاء الله غادي ناخذوا هاد التركيبه ديالنا، غادي نطبقوها ان شاء الله على الحواجب اللي غادي يكونوا طبيعه الحال نقيين البنات ما فيهم حتى شي حاجه. غادي ناخذوا ان شاء الله هاد المحلول ديالنا، شوفوا ما شاء الله هانتوما. فانا قلت لكم البنات تقدروا تخدموه في هاد القريعات هادو اللي كيكونوا خاصين ديال السيرومات وديال الزيوت، او غادي تاخدي شي عبوه ديال الماسكارا، شي بواطه ديال الماسكارا هكا خاويه كيف ما كتشوفوا، غادي تعمريها اللي عندك ماشي مشكل. فهادي غادي ناخذ بحال هكا البنات كيف ما كتشوفوا، وغادي نجي هنا الحواجب ديالي، اي فراغ عندك فراغ الوسط، اي حاجه عندك فيها ما نيتش لك فيها الشعر نهائيا غادي تحطي فيها هاد الوصفه كيف ما كتشوف بحال هكا بهذه الطريقه. فما شاء الله راه غادي تبقاي تشوفي داك الشعر ما شاء الله كينبت لك، داك الشعر اللي صغيور غادي يبدا يبان لك وسط الشعيرات ديال الحواجب ديالك. فما شاء الله يا البنات هاد التركيبه هادي غادي ترحموني وتشكروني عليها. بحال هكا غادي ندير بحال هكا كيف ما كتشوفوا، مزيان مزيان نعمر الحواجب ديالي بهالطريقه. اي بلاصه عندي فيها الفراغ، اي بلاصه عندي فيها ما عنديش فيها الشعر بزاف او نشكى فيها، واخا كندير ليها اللي درت ما كينوضش فيها الشعر بهذه الطريقه. المهم انت كتراسي الحاجب ديالك على حساب اشنو بغيتي البلايص اللي غادي ينوض لك فيهم الشعر، المهم انت كتحكمي في الحاجب ديالك البلايص اللي بغيتي، حتى من بعد مني كينوض لك الشعر في الحاجب ديالك عاد كتصوبي الحاجب ديالك على حساب الفورمانتي اللي بغيتي. صافي بهذه الطريقه البنات تنديروها في الحواجب ديالنا بهذه الطريقه بحال هكا، وتنعمر مزيان. شوفوا البنات كنعمر ما تنخليش نهائيا حس الفراغ في الحواجب ديالي بهذه الطريقه بحال هكا. صافي، وشوفوا ما شاء الله القوام ديالو كيفاش داير. بالنسبه للرموش غادي ناخد واحد شويه كيف ما شفتوا بحال هكا هانتوما. بالنسبه للرموش اول حاجه ما تقيسيش العين ديالك من الداخل نهائيا البنات، ما تقيسيش العين ديالك من الداخل، غير الرموش من الفوق بحال هكا هانتوما، رموش من الفوق بحال هكا هانتوما بحال هكا. صافي هانتوما، وما نقيش نهائيا لداخل العين ديالي نهائيا، ما نقيش هذا الخط هذا، غير العين من الفوق بحال هكا بحال هكا هانتوما. انا كلشي درتو قدامكم الحمد لله، ما وقع عليا حتى شي حاجه في العين ديالي، غير ما نقيش العين ديالي نهائيا هانتوما بهالطريقه. ما ننساش وكذلك البنات ما نساوش الرموش السفليه، حتى هي جد 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 مهمه بهالطريقه البنات، غير بحال هكا غير من الفوق. صافي بهالطريقه غادي نكونو درنا الحجبان ديالنا ودرنا الرموش ديالنا كذلك. صافي غادي نخليهم تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، ساعه ما نفوتوش ساعه لانه فيها الثومه فيها البصله، وانتم عارفين البنات الثومه والبصله ما كنفوتوش ساعه ديال الوقت لا في الشعر ولا في الحواجب. وكذلك البنات واحد النصيحه واحده اخرى بالنسبه للبنات اللي عندهم الخويات، عندهم الخويات في الشعر ديالهم بهذه الطريقه، كتاخدي من المحلول بحال هكا غادي تاخدي ان شاء الله من التركيبه ديالنا، وغادي تجي الشعر ديالك مثلا عندك اي خويه في الشعر ديالك غادي تجي وغادي ديري بحال هكا هانتوما بحال هكا
غادي تجي وغادي تبقاي تخدمي اي بلاصه عندك فيها الفراغ، غادي ديري بها الطريقه هذه. اي بلاصه بغيتي ينوض لك فيها الشعر، مثلا عندك صلعه هنايا، عندك هاد الجبهه كبيره بغيتي فيها الشعر، غادي تبقاي ديري بحال هكا دائما البنات، دائما هاد الطريقه تولفوها. اي بلاصه عندك فيها ما عندكش فيها الشعر، غادي ديري هاد الطريقه البنات اللي وريتكم. فما شاء الله من اروع الطرق، واعره 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 واعره. نمشيو ان شاء الله للحيله ديالنا. بالنسبه للحيله شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو ان شاء الله صابونيه، كيف ما كتشوفوا هاد الصابونيه عطاتها لي واحد الصديقه ديالي في واحد الفورماسيون دوزناها ديال الكوزميتيك. كنبغي نقول لك شكرا، راه الصابونيه رائعه غزاله، واحد الرائحه اللي فيها يعني تركيبه رائعه رائعه، وكتعطي واحد ليكلاب في لابو زوين بزاف. شكرا ليك. اذا اشنو غادي نديرو؟ غادي تحتاجي اي صابونيه كيف ما كتشوفوا، صابونيه طبيعيه او اي صابون عندك. غادي نحتاج ان شاء الله هذا ديال الماسكارا. غادي نجي غندير فيه شويه ديال الماء وغادي نديرو بحال هكا كيف ما كتشوفوا، بحال بهالطريقه، هانتوما بحال هكا مزيان مزيان. وغادي نجي الحواجب ديالي وغادي نفيكسيهم بحال هكا الفوق، وغادي نطلع الفوق. هاد الطريقه البنات كيخدموها فنانين كبار مشهورين، ممثلات كبار، يعني هاد الطريقه هادي تيخدموها. هاد الطريقه هادي جديده، تيقولوا ليها الليفتينغ ديال الحواجب. فما شاء الله يا بنات كتعطي واحد المنظر اللي رائع وطوندونس جديد، كتعطينا واحد المنظر اللي زوين في الوجه ديالنا بهالطريقه. هانتوما البنات ونحاول انني نوقف الحواجب بهالطريقه، فان شاء الله البنات راه غادي يكونوا عندكم الحواجب باذن الله، وغادي ديري هالطريقه هذه. علاش شاركت معكم؟ لانه هالتركيبه اللي شاركت معكم غادي تقوي لكم الحواجب، وحتى انت كذلك غادي ديري هالطريقه هذه الحواجب ديالك. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نجيب ان شاء الله القرنفل. هانتوما البنات حبه ديال القرنفل، ها هي حبه ديال القرنفل اللي هو المسمار. غادي نحرقها واحد شويه من الامام، من هنايا غادي نحرقها غير واحد شويه، وغادي نجي وغادي نبدا نعمر في الفراغات اللي عندي في الحاجب ديالي بهالطريقه بحال هكا. نعمر مزيان الحاجب ديالي بحال هكا، فراه الفرق باين لكم البنات ما بين هاد الحاجب وهاد الحاجب، فغادي يعطيها واحد المنظر اللي رائع. فهاد الحيله رائعة يا البنات، هانتوما وكتعمري مزيان الحاجب ديالك في نفس الوقت، حيلة تجميلية وفي نفس الوقت غادي تعطيك تقوية وتكتيف للحواجب ديالك على طول النهار، مني غتفيقي حتى تنعسي. حرقيه مزيان البنات باش يتراسي معاك. واللي ما بغاتش القرنفل تقدر تخدم بالبودر، بالباودر ديال الحواجب او بالكرايون اللي بغات لك الاختيار. مهم ديري هذه الطريقه هذه اللي غادي تجيب معاك نتيجه اللي واعره بزاف بزاف. مهم اللي بغيتي ديري القرنفل، ومن بعد غادي نجيب هذا وغادي بحال غادي نحاول انني نعمر هذوك البلايص اللي عمرتهم مقادهم بهالطريقه بحال هكا. هانتوما شوفوا ما شاء الله البنات الحاجب كيفاش كيبان، هانتوما وشوفوا هذا كيبان عادي، هذا شوفوا كيفاش كيبان، يعني كاين اختلاف. فهذا طوندو 2022 وهذا اللي طبيعي البنات، هانتوما طبيعي عادي. فهذه الموضه الجديده ديال الحواجب، تيكونوا هكا واقفين ولكن عامرين وتيبانوا كانهم شعره شعره. فهاد الطريقه هذه تيصيبوها بالميكرو بلايدينغ. فانا عطيتكم هاد الحيله البنات، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، وتستافدوا منها. وغادي فاش غادي تجربوها وغادي تشوفوا الحواجب ديالكم غادي تعجبكم، وما غاديش تبقاو تستغناو عليها نهائيا. بالنسبه للتركيبه ديالنا ان شاء الله الاولى بلا غادي تبقاو تخدموها ان شاء الله البنات زوج مرات في الاسبوع او ثلاثه المرات في الاسبوع مده ساعه، وغادي تغسليها، غادي تخدميها ان شاء الله ليليا فاش تبغي تنعسي ليليا، وغادي تنعسي ان شاء الله. وصافي البنات غنكون وصلنا لاخر مرحله، ما كنسخاش بكم البنات، كنتمنى ان شاء الله توصلوا لي هاد لا فيديو لاكبر عدد من اللايكات باش ان شاء الله هاد لا فيديو يوصل اكبر عدد ديال الناس ويستافدوا منه باذن الله. ما سخيتش بكم البنات، غادي نقول لكم اللي بغات توصل معايا مرحبا والف مرحبا بيها، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي اللي كتشوف هنايا، الصفحه الرئيسيه فيسبوك، مرحبا بكم والف مرحبا بكم. وغادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جاي.